ولهذا أنا فوجئت وأنا أستكثر وأترحم على النجوم الكبار، يعني نجوم مثلا الكرة ماجد عبد الله ولا سامي الجابر ولا يوسف ثنيان ولا مثلا نجوم الفن، يعني مثلا واحد زي ناصر القصبي ولا غيره، ولا أنا هذولي ولا المطربين أو غيرهم أنا أرحمهم لأن خصوصيتهم منتهكة. يعني إذا مر يمكن أنا الحين إذا مريت في بعض، يعني الصدق والله يا عبد الله وأنا متأكد أنك أنت نفس الشيء، إذا دخلت في أحد المقاهي ولقيت الناس يلتفتون أرتبك خاف أطيح، يعني إيش هذا؟ مو معقول. فكيف هذوليك النجوم؟ ولا أنا مرة قابلت ناصر القصبي، ناصر القصبي على فكرة صديق وأخو وواحد من أخف دم سعودي يمكن، لكن يا طول العمر قابلته مرة وأنا في المطار ومسك فيني لأنه في ناس كثار، وأقول له خلاص يا أخوي أنا أبغى أروح لا تفوتني الطيارة، يقول لي لا تكفر لا ذا، فقلت له ليش ولا ذا، فأنا حسيت بعدين قلت له أنت في ناس يبغون يصورون معه وفي ناس بيسألونه ليش سويت كذا وليش، وهو يبدو عنده يعني شبعان أو نفسيته ما جاهز اي، فما فيبغى يقعد معي الى اخر لحظه الين يعلنون عن رحلته ويركض، يبغى يعني باين انه يعني كان يبغى يفتك. طيب. فكان يبغى ياخذني مطيه عيت يعني شوي قعدت معه.